السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم ملفات. تولي الدولة اهتماما كبيرا بقطاع النقل بشكل عام وبمنظومة الطرق والكباري على وجه الخصوص، والتي تمت إقامتها وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، وذلك لما لها من أهمية حيوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للبلاد، لتشهد مصر حاليا طفرة نوعية وغير مسبوقة في منظومة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية. أعزائي المشاهدين، مع تقرير حول هذا الموضوع نشوف هذا التقرير ثم نعود في هذه الحلقة من ملفات. على مدار العقد الماضي تمكنت مصر من تحقيق إنجاز غير مسبوق في تطوير شبكة الطرق القومية لتصبح نموذجا يحتذى به في تحديث البنية التحتية وفق أعلى المعايير والنظم العالمية. وقد ساهمت تلك الجهود التي تأتي في إطار المشروع القومي للطرق في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاقتصاد الوطني والارتقاء بموقع مصر على مؤشر جودة الطرق العالمي، حيث تقدمت 100 مركز خلال 10 سنوات لتحتل المرتبة 28 عالمية. وقد نجح المشروع القومي للطرق الذي يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة التي تنتهجها الحكومة في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. إلى جانب ذلك، لم تقتصر إنجازات في قطاع الطرق على تحسين جودة النقل والبنية التحتية، بل امتدت آثارها لتشمل تحقيق انسيابية مرورية كبيرة وتقليل زمن التنقل بين المحافظات، كما ساعدت هذه المشروعات في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للبلاد ودعم النشاط الاقتصادي عبر تيسير حركة البضائع وتقليل تكاليف النقل، وهو ما عزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي. ويؤكد النجاح الذي تم تحقيقه في مجال تطوير الطرق التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، خاصة أن هذا الإنجاز يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء بنية تحتية متطورة. ومع هذه القفزة النوعية، باتت مصر تمتلك شبكة طرق حديثة لا تدعم فقط تطلعاتها الاقتصادية، وإنما تسهم أيضا في تحسين جودة حياة المواطنين الكرام وترسيخ مكانتها بين دول العالم المتقدم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يشرفنا أن نستضيف السيد اللواء دكتور صفوت كامل، أستاذ إدارة المرور والمحاضر بمعهد إعداد القادة. بنرحب بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. نبدأ بنظرة شاملة وعامة، ما الذي تغير في السنوات العشر فيما يتعلق بالطرق والكباري والمرور؟ والله هو زي ما حضرتك قلت في المقدمة، طبعا احنا في تطور رهيب جدا، وفي يعني حاجة غير مسبوقة، يعني في وقت قياسي شبكة الطرق واللي تم فيها والكباري والأنفاق. أنا بس عايز أقول في المقدمة يعني حاجة كده، أن أول دولة مهدت الطرق في العالم كانت الهند، لكن الدولة اللي غزت العالم كله عن طريق الطرق هي كانوا الرومان. عشان كده كان في مقولة بتقول كل الطرق تؤدي إلى روما. فمن الكلام ده نعرف قد ايه أهمية الطرق وقد ايه الطرق دي مهمة. يمكن حضرتك الطرق بتاعتنا عاملة زي جسم الإنسان، دي الشرايين والأوردة اللي بتغذي القلب، لو أنا أهملتها الجسم كله هيقع. فإحنا كنا وصلنا في فترة تقريبا كان في تقرير لمنظمة جايكا العالمية، معونة اليابانية، المعونة اليابانية سنة 2002، تمام، قالت ان القاهرة بعد حوالي 5 سنين هتبقى عبارة عن جراش كبير، العربيات متوقفة تماما، مفيش اي حركة او اي حاجة. اللي حصل يعني مش عايز اقول انجاز غير مسبوق، بس هو انجاز غير مسبوق.
يعني لو ألقينا نظرة عامة زي ما حضرتك بتقول كده، احنا كنا في المركز 129 عالميا في الطرق. حاليا في الوقت الحالي احنا في المركز 18، وطبعا دي يعني قفزة كبيرة هايلة جدا. الشبكة ده في جودة الطرق. في جودة الطرق. الطرق نفسها تم انشاء حوالي 7000 كيلو متر مربع إضافة للشبكة اللي موجودة. كان عندنا حوالي 23000 كيلو ونص، بقينا دلوقتي حوالي 30000 كيلو ونص. ده الإنشاءات الجديدة. لكن في تم تطوير كمان 14000 كيلو متر منهم بالإضافة للشبكة اللي هي موجودة حاليا ل 13 محور جديد، وإنشاء 935 كوبري ليصبح عدد الكباري 2435 كوبري ونفق. ده الانشاءات الجديده والتطوير. كمان بالاضافه لكده تم رفع كفاءه 141000 كيلو متر من الطرق المحليه، وانشاء 21 محور جديد ليصبح عدد المحاور عندنا 72 محور. المحور ده حضرتك عشان الناس تبقى عارفه اللي هو بينقل الحركه المروريه سواء من الشمال للجنوب او من الغرب للشرق. وما بقتش العمليه مقتصره على القاهره زي ما الناس متصوره، لا دي كل انحاء الجمهوريه. ويمكن يعني فيما يعني بعد كده هنسرد احنا حضرتك دوت بالتفصيل. فطبعا حصل طفره كبيره جدا. طب ايه اهم المحاور يا ست اللواء؟ يعني اللي احنا بنتكلم على عدد من المحاور، ايه اهم المحاور اللي ممكن تعمل نقله فيما يتعلق بمساله الاقتصاد والتجاره؟ بص حضرتك، اولا الحاجات اللي هي يعني نقدر نقول عليها المشروعات الكبيره، طريق الصعيد الغربي ده ما كانش موجود. ده طبعا عمل يعني تسهيل حركه المرور بطريقه غير طبيعيه. الغربي ولا الشرقي؟ الغربي، الصحراوي الغربي. الصحراوي الغربي حضرتك. الطريق الدائري تم تطويره بالكامل وشفنا التوسعات بتاعته. ويمكن من ضمن الحاجات في الطريق الدائري بالذات اللي عايز اذكرها ان الاتوبيس الترددي خلاص يعني هيشتغل في خلال ايام قليله، ومش هيبقى فيه ميكروباص على الطريق الدائري، وده كمان هيفرق كتير جدا جدا في حركه المرور. طريق القاهره الاسماعيليه الصحراوي تم تجديده بالكامل وشفنا عدد الحارات فيه اكثر من 6 حارات. محور 30 يونيو اللي هو بيربط ما بين السويس وبورسعيد والاسماعيليه ودمياط، ده طبعا بيخدم حركه النقل كلها وبيخدم حركه الركاب وسهل عمليه الانتقال وقصر المسافات ووفر الوقت والجهد. طبعا كمان حضرتك في طريق طنطا السنطة ده في طنطا، طريق سفاجه مرسى علم، طريق الجلاله. كلنا اللي مشي على طريق الجلاله وشاف قد ايه انت بتختصر الوقت لغايه الغردقه، طبعا حاجه يعني، والطريق وجودته عامله ازاي يعني حاجه ما شاء الله. طريق شبرا بنها الحر، وكان دي من ضمن المشاكل في الطريق الزراعي على فكره. طريق شبرا بنها الحر عمل برضو طفره كبيره جدا. وفي محور كلبشه، محور جرجه، يعني صملوط. حضرتك بالاضافه بقى المحاور اللي اتعملت في اسكندريه، المحاور بتاعه ترعه المحموديه والطريق الدائري، وفي طبعا مشروعات كتيره جدا يعني لو قعدنا نقول مش هنخلص يعني. تمام. هي شبكه الطرق بتوصف دايما انها شبكه، يعني فيما يتعلق بالتخطيط لانشاء هذه المحاور والطرق، هل كان هناك نظره عامه لتكامل هذه الطرق وتواصلها مع بعض عشان تحقق الهدف المطلوب؟ هو حضرتك اللي بيحصل عملا، انا قبل ما اجي انشئ طريق او اعمل اي حاجه بعمل حاجه اسمها دراسه تاثيرات مروريه. دي طريقه علميه بقيس بيها كثافه الحركه المرور على الطريق دوت واحجام السيارات قد ايه، وبناء عليه انا بعمل الطريق اللي انا عايز اعمله بنشئه، بيديني الدراسه بتديني المواصفات المفروض اعمل ايه وكل ده. طبعا الهدف، كل الهدف من انشاء شبكه الطرق ان انا اخرج من الوادي الضيق واعمل انتشار، اعمل رواج للتجاره، اعمل رواج للسياحه،
يعني في استفادة كبيرة جدا، طبعا كله مدروس طبعا. تمام. طيب يعني ان شاء الله تكون هذه الشبكة بتخدم الاقتصاد، يعني اعتقد ده الهدف الاساسي. يعني من وجهة نظر حضرتك، يعني كيف يمكن ان نستغل هذه الشبكة من الطرق في خدمة الاقتصاد الوطني؟ هو حضرتك الشبكة دي اغلبها مرتبط بالمواني، فأنا عشان سهولة عملية الاستيراد والتصدير ونقل البضائع، فالشبكة دي بتخدم على كل دوت. يعني في بعض المدن ما هيش يعني قريبة من مواني، فأنا لما بعمل الشبكة دي بيسهل عليا إن أنا إذا كنت أنقل المحاصيل بتاعتها أو أنقل لها المواد الغذائية، كل دوت بيخدم. ده هو أساساً الطرق دي هي خدمة الاقتصاد في الأول وفي الآخر. تمام. يعني ما فيش شك ان في مشروعات كتيره جدا يعني موجوده، عندنا محور قناه السويس، عندنا مشروعات في المحافظات وانشاء مدن صناعيه، عندنا ايضا مشروع زي راس الحكمه وغيرها من المشروعات. يعني كيف تؤثر هذه المشروعات على معدل نمو الطرق؟ حضرتك الطرق معموله عشان المشروعات دي، عشان تخدم على المشروعات دي. النهارده انا لو بنيت قصر في وسط الصحراء بس ما فيش طريق، مين اللي هيسكن فيه؟ ما حدش هيروح. لكن لما اعمل طريق واعبده واعمل اي حاجه بعد كده، هو حتى على الجنبين على بتوعه بيبتدي يخدم. لو افترضنا نهر النيل وهو ماشي كله بيزرع على جنب نهر النيل، نفس القصه بالنسبه للطرق. لو انا عملت طريق، كل الطريق ده حضرتك على الجنبين بتوعه بيخدم عليه، وبيبقى في حضاره وفي تنميه وفي كل حاجه من كل النواحي يعني. ويمكن حضرتك يعني الشيء بالشيء يذكر، من اسباب عدم استضافتنا كاس العالم سنه 2010 هو موضوع الطرق والمرور. طب احنا جاهزين دلوقتي بالطرق دي لاستقبال كاس العالم او حتى دوره اولمبيه او غيرها من والله حضرتك احنا حاليا دلوقتي عندنا شبكه طرق نفتخر بيها، ممكن نستضيف، واحنا استضفنا حضرتك يعني لسه كاس الامم الافريقيه، استضفنا بطولات عالميه كتيره، عندنا العاصمه الاداريه، الاستاد اللي موجود هناك حاجه مشرفه جدا يعني. تمام. حضرتك تعلم طبعا ان احنا في الماضي اللي هو مش القريب يعني كان عندنا طرق، ونتيجه لعدم الصيانه وعدم المتابعه والجوده حصل اهلاك لهذه الطرق على مدى السنوات. فيما يتعلق بالطرق الجديده، هل هناك يعني تصور شامل او جهه ما بتتابع جوده هذه الطرق وبتعمل عمليات احلال وتجديد فيها؟ حضرتك هو السؤال ده سؤال كويس جدا يعني في محله. ليه بقى؟ لان انا لو ما عملت الصيانه وتابعت الطرق ديت، كل دوت مش هيستمر معايا ومش هقدر اخد منه الفايده المرجوه منه. اكيد الهيئه العامه للطرق الكباري مع الشركه الوطنيه للطرق هما اللي بيتولوا هذا المشروع وبيتولوا ان هما يعملوا الصيانه وبيتابعوا، وهما يعني حقيقه لا يكلوا ولا يملوا. احنا عايزين نشكرهم بالمناسبه، نشكر وزاره النقل، سياده الفريق كامل الوزير، الهيئه الهندسيه، الشركه الوطنيه للطرق. طيب عندنا مثلا على سبيل المثال طريق السويس، يمكن من أقدم الطرق في جمهورية مصر العربية، لكن حصل له مسألة تطوير وتحديث خصوصا فيما يتعلق بعربات النقل التريلا وغيرها من وسائل النقل، وعمل حارة متعلقة بهذه السيارات تحديدا. يعني هل ده متوقع أنه يطبق في بقية الطرق؟ لأن هو ده كان مشكلة إشكالية كبيرة جدا. حضرتك تعلم أن التريلات والاوزان الثقيله بتدمر الماده بتاعت الاسفلت، بتدمر البنيه الاساسيه بتاعت الطريق. فهل ده تصور عام يعني، ولا ده حاجه كانت خاصه بطريق السويس؟ لا، هو حضرتك قبل طريق السويس اعتقد طريق اسكندريه الصحراوي كان في نفس الفكره، ومعمول طريق للنقل برضه لوحده، طريق الاسماعيليه نفس القصه. دي استراتيجيه على فكره، استراتيجيه الدوله بتتبعها في الطرق الحديثه كلها، بحيث ان انا بفصل النقل عن العربيات الملاكي اولا لاسباب كتيره جدا زي ما حضرتك ذكرت، عشان ما دمرش البنيه الاساسيه بتاعت الطريق، ثانيا عشان اتجنب الحوادث اللي هي فيها يعني لا قدر الله كوارث، لان طبعا عربيات النقل وخصوصا العربيات المقطوره بتبقى الحوادث بتاعتها صعبه، فبفصل بينهم
عشان يبقى ده لوحده وده لوحده ما يحصلش اي حاجه، ويبقى عندي حتى طريق بديل لا قدر الله لو انا عايز اعمل اصلاحات او اي حاجه في الطريق. تمام. كان في مفاضله يعني من جانب خبراء النقل ما بين الطرق البريه وما بين السكه الحديد فيما يتعلق بمساله النقل، يعني خصوصا البضائع، يعني حكمه يعني في اي اتجاه؟ يعني عندنا طرق بريه لها تكلفتها وتكلفه صيانتها، وعندنا النقل السكك الحديد الناس بتتكلم على انه ارخص يعني شويه. والله يا حضرتك يعني هو النقل طبعا بالسكه الحديد حاجه ممتازه جدا، هو اللي بيفضل يعني حاجه عن حاجه. احيانا ممكن يكون السكه الحديد احسن، واحيانا النقل البري احسن. دي بتبقى دراسه الجدوى، بشوف التكلفه بتاعتها قد ايه. لو انا نقلت بالسكه الحديد اوفر ليا واسرع، ولا لو انا نقلت بري. في بعض المناطق خلينا نقول ما فيهاش سكه حديد، فيبقى انا مضطر انقل بري. لكن انا لو استخدمت الاثنين مع بعض طبعا تبقى الفايده اعم واشمل، وكمان لو استخدمت النقل النهري كمان يبقى احسن واحسن كمان. هي نفس المقارنه دي يا دكتور، يمكن الناس بتتكلم برضو على مساله الكباري والانفاق. يعني في الفترة اللي فاتت ناس كانت بتطالب ان يبقى في نفق تحت النيل بعد ما المترو عدى تحت النيل كذا مرة، فالناس بتتكلم على امكانية عمل نفق في تحت النيل بيبقى مباشر، طريق مباشر. في تقدير حضرتك يعني الموازنة ما بين الانفاق والكباري او المقارنة ما بينهم يعني تبقى لصالح مين؟ والله حضرتك برضو الدراسات هي اللي بتحدد، زي ما قلت لحضرتك دراسة التأثيرات المرورية. انا حضرتك مثلا كان في مقترح زمان ان انا نعمل مثلا نفق في شارع النصر قدام المنصه وياخد الطريق بتاع شارع النصر ده كله. لما جم يعملوا حضرتك الكلام دوت لقوا ان محطه الصرف الصحي العموميه بتاعت القاهره في المكان دوت، فبالتالي ما اقدرش اعمل نفق. دي بتبقى حضرتك يعني حسب الدراسات وحسب التكلفه، واحيانا انا ببقى مضطر ان انا الجأ للتكلفه العاليه في موضوع معين عشان اتجنب حاجه تانية. نعم. طيب احنا بنتكلم برضو على المستقبل، يعني هل مصر عندها تصور فيما يتعلق بالمستقبل في التوسع في مساله الطرق والكباري؟ حضرتك يعني خلينا نقول ببساطه كده، يعني انا عندي دلوقتي مشروع القطار السريع، عندي مشروع المونوريل. دي كلها مشروعات مستقبلية، وإن كانت خلاص يعني قربت إن هي تشتغل. عندي شبكة طرق ما شاء الله هايلة. فطبعا إحنا طبعا كل دوت فيه طبعا فيه تصورات، وكل يوم فيه جديد في الطرق على فكرة. إن شاء الله. طب نتوقف عند فاصل ثم نعود في هذه الحلقة من ملفات.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من ملفات مع ضيفنا في الاستوديو السيد اللواء الدكتور صفوت كامل، أستاذ المرور والمحاضر بمعهد إعداد القادة. بنرحب بك مرة أخرى دكتور. أهلا بحضرتك. حضرتك تحدثت عن أن مسألة الطرق دي مسألة قديمة، يمكن بدأت أيام الرومان ويمكن قبلهم، حتى القدماء المصريين عندهم طرق وإن كانت بعضها مش مكتشف حتى الآن يعني، لكن هو بطبيعة الحال هناك تطور يعني في مسألة الطرق وجودة الطرق وغيرها من الأمور، ويمكن البحث العلمي له دور في هذه المسألة. كيف تؤثر الأبحاث العلمية فيما يتعلق بجودة الطرق، وهل حدث في السنوات الماضية العشر أو العشرين سنة الماضية تطور في مسألة جودة الطرق؟ طبعا احنا قلنا حضرتك ان احنا قفزنا من المركز 129 للمركز 18 على مستوى جودة الطرق. نعم. وطبعا ان استخدام البحث العلمي في الطرق هو الاساس. انا قلت لحضرتك ان انا ما بعملش طريق او بعمل كوبري او نفق الا ما بعمل دراسه مروريه الاول. لكن فيما يتعلق بالابحاث العلميه، تطوير مثلا في ماده الاسفلت او هيكليه الطريق او تطور في هذه المساله؟ بص حضرتك، في الموضوع ده بالذات في تطور كل يوم على مستوى العالم، مش يعني في المواد المستخدمه نفسها، في البنية الأساسية بتاعت الطرق، حتى في العلامات المرورية وفي التخطيط الأرضي نفسه في تحديثات كل يوم. وأكيد يعني حضرتك كل دوت بيستخدم حسب الإمكانيات المتوفرة اللي موجودة. بس اللي أنا متأكد منه إن مستوى الطرق عندنا دلوقتي بالقياس بأي دولة إحنا على مستوى عالمي متطور جداً. بعض الدول في أوروبا، يمكن في شرق آسيا، في دول كثير جدا بتبدأ تستغل هذه الطرق استغلال اقتصادي. يعني على سبيل المثال بتغطي بعض الطرق بألواح شمسية لإنتاج الكهرباء، بتستفيد برضو من حركة السيارات في مسألة توليد الكهرباء، أيضا مسألة شحن السيارات الكهربائية. هناك بعض الدول مثلا في وسط أوروبا بتستخدم الطرق في عملية شحن السيارات الكهربائية. رأي حضرتك أولا في هذا الموضوع، وهل يمكن تطبيقه هنا في مصر من ناحية العملية يعني؟ طبعا هو طبعا من الناحية الاقتصادية شيء كويس جدا، وإحنا ليه ما نطبقوش، إحنا ممكن نطبقه بسهولة جدا. يمكن يعني يكون ظروف الجو مختلفة، يعني وارد برضو يكون المسألة بالعكس. يعني في مجال الطاقة الشمسية إحنا أحسن بكتير، يعني إحنا عندنا الشمس ما شاء الله متوفرة على طول، ممكن مستقبلا الحاجات دي تدرس وتتعمل وتبقى ليها جدوى اقتصادية عالية جدا يعني. وأشجع حتى على استخدام السيارات الكهربائية عشان البيئة، حافظ على البيئة يعني. تمام. طب هو في سؤال يعني يمكن الناس كتير بتسأله، هل السيارات الكهربائية تأثيرها على إهلاك الطرق أقل ولا أكتر فيما يتعلق بحالة الطريق نفسه يعني؟ لا، هي طبعا ما يعني عايزين نقول حضرتك إيه، إن السيارة دي مش يعني ما فيهاش مواتير بمعنى اصح، بتعتمد على البطاريه الكهربائيه اللي فيها. المواتير حجمها صغير يعني. المواتير حجمها صغير، فحجم السياره نفسه مش كبير، فهي خفيفه على الطريق. لكن ده ما يمنعش ان فيها توازن، فيها سيبيليتي طبعا، لان مش معقوله هيمشي يطير يعني. بس هي كمستخدمه كالبيئه ما فيش عوادم، ما فيش اي حاجه بتطلع منها، ما فيش غازات، ما فيش اي حاجه، فده بيوفر طبعا. احنا دلوقتي بندور على الحاجات اللي هي صديقه للبيئه. تمام. هي طبعا مفيده جدا يعني. يمكن في فترات سابقه ماضيه كان هناك حديث على او مصطلح كان بيطلق اسمه نزيف الاسفلت، يعني عن حوادث الطرق. يمكن مصر كانت في مراكز متقدمه، حتى طريق السويس نفسه كان من الطرق اللي عليها حوادث عاليه. يمكن الكلام ده يمكن في بدايه الألفين يعني. هل تغير هذا الوضع سيادة اللواء؟ يعني انخفاض مثلا في معدلات الحوادث طبعا والمشاكل. وده ملحوظ للكل يعني. عايز اقول لحضرتك قبل شبكة الطرق الحالية، قبل 2014، انا كان عندي عدد القتلى على الطرق حوالي 8500 في السنة. نعم. النهاردة انا نزلت بالعدد دوت لحوالي تقريبا 4000، وده يعني 50%. نعم. وكل يوم في تطور، في حوادث وكل حاجة، بس خلينا نقول ان العنصر البشري هو نمرة واحد في الحوادث. نعم. لكن انا الاول يعني ما اقدرش اقول ان الطريق او المركبة او العنصر البشري اللي هم التلات عناصر بتوع الحوادث بقوا مسؤولين الطريق او المركبة زي العنصر البشري. لكن الطرق دلوقتي يعني ما اعتقدش ان فيها حاجة تدعو اي حد بقى، الا اذا الناس بقى بتبقوا مستهترين
أو مش واعيين أثناء القيادة، لكن الطرق طبعا قللت الحوادث والإصابات بنسبة كبيرة جدا والخسائر. احنا كانت حضرتك يعني تكلفة الحوادث الطرق سنويا كانت بتعدل 12 مليار جنيه، طبعا مبلغ مش قليل. لكل ما انا خفضت دوت الميزانية بتاعتها طيب على ذكر التكلفة ويعني والعوائد برضو الاقتصادية فيما يتعلق بقطاع الطرق والكباري، كان هناك نظام موجود اللي هو البي او تي، يعني في بعض الطرق انشأت بهذا بهذه الطريقة. واحنا عندنا طبعا امال يعني او احلام فيما يتعلق بمناطق زي شرق العوينات زي سيوة، نتمنى ان يبقى في طرق مباشرة لهذه المناطق بنفس الجودة. يعني هل من الممكن في تقدير حضرتك يعني دخول نظام زي البي او تي في انشاء وتوسيع شبكة الطرق في مصر، وهل ده مجدي للبلد ولا بيحمل البلد اعباء اخرى؟ لا حضرتك، هي الدولة دلوقتي بتتجه ان هي بتشرك القطاع الخاص معها في اغلب المشروعات يعني، ويعني ده بيبقى حاجة كويسة. بس اعتقد ان في تطوير تم حاليا في طريق سيوة مطروح، لانه طبعا طريق حيوي جدا، في وكل الطرق حضرتك يعني بتدرس وما فيش اي مشكله خالص ان هي تبقى عن لكن طريق. من ناحيه العمليه هل نظام البي او تي ده نظام جيد فيما يتعلق ونقدر نتوسع فيه ونوسع شبكه الطرق؟ والله حضرتك ليه لا، وانا بدخل القطاع الخاص ولو في مستثمرين، هو ده كله ده استثمار واقتصاد راجع للدوله يعني، طالما بيفيدني في الاخر وانا بستفيد منه كمواطن، سواء من ناحيه التنقلات او الناحيه الاقتصاديه او الناحيه المعيشيه، يبقى ما عندناش اي مشكله او اي مانع فيها. تمام. حضرتك ذكرت تحديدا يمكن فكره ناس كتير ما بتتكلمش عنها في الحقيقه، في مساله ان الطريق بيفتح ابواب لصناعات ومجمعات صناعيه وسكنيه على جوانب هذه الطرق. يعني في هذه الحاله سياده اللواء، يعني في تقدير حضرتك يعني كيف يمكن استخدام هذه الطرق بالشكل المثالي؟ يعني نحط تصور فيما يتعلق، عندنا طرق جديدة وكتيرة، يعني ايه احنا ممكن نقدر نعمله فيما يتعلق بهذه الجزئية؟ ولا طبعا احنا حضرتك قلنا ان الطرق دي بتعمل تنمية حضرية. عن طريق التنمية الحضرية دي انا ممكن اتوسع، يعني بدل ما انا قاعد في الوادي الضيق بتاعي ده اتوسع، ممكن ازرع، ممكن اعمل صناعات، ممكن التجارة البينية، يعني بيسهل لي حاجات كتيرة جدا الطرق حضرتك. يعني أنا ممكن أستغل الطريق نفسه في الإعلانات اللي احنا بنشوفها، ما ده برضو عائد اقتصادي. تمام. الخدمات اللي على الطريق، يعني أما بعمل خدمات على الطريق بقى أنا بستفيد برضو، وفي ناس بتشتغل، أنا بشغل أيدي عاملة كتيرة جدا. فأي طريق حضرتك بيتعمل هو بمثابة رئة جديدة وروح جديدة حضرتك، طبعا يعني كل دوت بيفيد الدولة في الآخر يعني. تمام. طيب أي مشروع في الحقيقة زي ما في مزايا وفي سهولة في إنشاء هذا المشروع بيبقى في تحديات، يعني ربما تكون نوع من المعوقات أو المشكلات اللي احنا نقدر نحلها أو نتجاوز فيها يعني أو نتجاوزها. في تقدير حضرتك إيه هي التحديات التي تواجه شبكة الطرق والكباري في مصر؟ حضرتك يعني أثرت نقطة مهمة جدا يعني ونقطة جيدة جدا. أولا أنا عايز بس يعني أقول حاجة للناس، لازم تقتنع إن مشروع الطرق الكباري دوت حاجة مهمة جدا وحاجة حيوية جدا. ويمكن اللي هم ما يعرفوهوش، إحنا زمان عشان نعمل كوبري أو نعمل طريق كانت الدراسات بتاخد سنين، كانت تاخد سنين لأن ما كانش فيه إرادة سياسية إن إحنا نعمل الكلام ده. بعد 2014 حضرتك وبفضل الإرادة السياسية بقت الحاجة تتعمل أسرع مما إحنا نتخيلها، وده العوائد بتاعته كبيرة جدا، ولسه مستقبلا إحنا هنحقق هذه العوائد. دي حاجة مهمة جدا لازم نذكرها، لازم الناس عندها الأول قناعة. تمام. الحاجة التانية حضرتك إن أنا عايز أتكلم فيها هي اللي حضرتك ذكرتها قبل كده، وهي صيانة الطرق. دي من أهم الحاجات اللي بتواجه أو التحديات اللي بتواجه شبكة الطرق حاليا. لازم صيانة الطرق تبقى بصفة دورية وليها استراتيجية معينة. واللي أهم بقى حضرتك من كل دوت هو إدارة الطريق أو إدارة المرور على الطريق.
من ان انا احط لافتات ارشاديه، لافتات تحذيريه، احط رادارات للسرعه، كل ده مهم جدا. بنستخدم نظم المرور الذكيه عشان اقدر. طب حضرتك قول لنا يعني بالتفصيل المساله ديت، يعني كيف نحول طريق عادي او انشاناه حديثا من طريق عادي الى طريق ذكي ونستخدم الادوات اللي سيادتك تتكلم عليها؟ هو حضرتك احنا بالفعل دلوقتي بدانا في كتير من الطرق بنستخدم انظمه المرور الذكيه اللي هي زي الكاميرات والرادارات ويعني جي بي اس. والجي بي اس. انا حضرتك ازاي اتحكم في حركه المرور؟ هي ديت المعضله، ان انا عندي حضرتك الطريق ده زحمه، ازاي ان انا اقدر ان انا افك الزحمه ديت؟ كل دوت عن طريق حضرتك بيبقى فيه شبكه طرق مربوطه ببعضها. عندي غرفه اسمها غرفه التحكم والسيطره بتبين لي المشاكل بتاعه المرور او الاماكن الاختناقات والازدحامات فين، وانا عن طريق دوت ممكن يعني احدده عن طريق اشارات مروريه او عن طريق الخدمات المروريه بتاعتي واعملها. بتحكم في السرعات، السرعه طبعا سبب رئيسي في اغلب حوادث المرور. وحضرتك ذكرت الجي بي اس، حضرتك عربيات السياحه وعربيات النقل الثقيل المفروض ان هي بيكون فيها جهاز جي بي اس بيتحكم في السرعات بتاعته عشان ما يتجاوزش السرعات. يعني لما اقول السرعه على الطريق ده 60 تبقى 60، لو هو تجاوز انا اتحكم فيه. وكان في بعض الخبراء دكتور كانوا اقترحوا شيء كده يمكن يكون غريب بالنسبه لمسامع الناس، ان يبقى في كل السيارات دي النوعيه دي تحديدا يكون فيها حاجه زي الصندوق الاسود كده بتاع الطياره يسجل كل حركه السياره ومواقفها ويتعرض على المرور في كل فتره، يعني عشان السياره تقدر تلتزم بالقوانين. هل دي فكره اولا قابله للتطبيق من الناحيه العمليه، وايه جدواها الاقتصاديه او جدواها فيما يتعلق بالحد من الحوادث؟ دي حضرتك فكره جميله جدا، وعلى فكره دي موجوده من زمان يعني بس ما اتطبقتش قوي. هقول لحضرتك الفايده بتاعتها بقى او ايه اللي احنا ممكن نستفيد منها في ايه. هاك انا دلوقتي انا قللت نسبه الحوادث عندي. حضرتك بس عايز افرق، انا قللت نسبه الحوادث بس الخسائر بتبقى كبيره. ليه؟ عربيات النقل وعربيات السياحه بتبقى حوادثها الخسائر بتاعتها كبيره. لما انا حضرتك اعمل له الصندوق الاسود دوت انا هبتدي اتابعه. احنا عارفين ان احنا عندنا مشكله في بعض سواقين النقل في تعاطي المخدرات، فانا لو تابعته عن الطريق ده انا هقدر اعرف هو بيعمل ايه واعرف رحلته مشيت ازاي. لو ثبت لي ان هو بيتعاطى المخدرات خلاص انا هاخد اجراء ضده. ده غير السرعات بقى، يعني هو لو تجاوز السرعه او اتخذ موقف طبعا سلبي فيما يتعلق بالحفاظ على امن الناس اللي معاه. تمام. في جانب تاني يمكن حضرتك ذكرت تحديدا نقطة يعني في غاية الأهمية، إن الأتوبيس الترددي اللي هينشأ على إن شاء الله يعني هينشأ على الدائري هيتمنع بعدها الميكروباصات، يعني وحضرتك تعلم إن الميكروباصات عامل سلبي كتير جدا على الطرق السريعة، يعني ويمكن مع حوادث كتير جدا برضو بتبقى مرتبطة بالميكروباصات. أولا إمتى هيتطبق الكلام ده إن شاء الله يعني، وفي تقدير حضرتك تأثيره على حركة المرور بشكل عام؟ هو حضرتك بس انا عايز اوضح حاجه، الميكروباص بالرغم من المشاكل الكبيره بتاعته، لكن هل حضرتك يعني لو قلنا مثلا ان مترو الانفاق بينقل حوالي 4 مليون نسمه يوميا. نعم. القطارات السكه الحديد بتنقل حوالي 3 مليون. هيئه النقل العام بتنقل حوالي 3 مليون، الميكروباص بينقل حوالي 9 مليون. فشوف حضرتك الميكروباص الحجم بتاعه قد ايه، بيخدم الحركه قد ايه، لكن ليه مشاكل كتيره. فانا اعمل ايه بقى؟ اقومه. تمام. اقومه بايه؟ بالاتوبيس الترددي ده مش هيطلع على الدائري. يعني هو في مشاكل يا فندم، يعني مثلا الميكروباص بيقف في اي مكان، بيقف على منازل الكباري، حاجات كتير يعني نوع يعني سلبيات كتير في الحقيقه متعلقه بهذا الامر، غير طبعا التعامل مع الجمهور ويعني اخذ اجره اكتر من المطلوب، حاجات كتير بشكل يعني. حضرتك ادارات المرور بتعمل حملات يوميه على كل دوت وبتنفذ القانون على المخالفين على طول. تمام. طيب هنتوقف عند تقرير اعده الزملاء في اسره الاعداد،
عن أهمية رؤية صحفية فيما يتعلق بأهمية الطرق والكباري في زيادة التدفقات الاستثمارية العربية والأجنبية للبلاد. نشوف هذا التقرير ثم نعود في هذه الحلقة من ملفات. تلعب الطرق والكباري والمحاور دورا مهما في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، بالإضافة إلى دورها الأساسي والرئيسي في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للبلاد. السيسي كان عنده بعد نظر، والسيد كامل الوزير كان عنده بعد نظر برضو، عملها وطورها، وأعتقد أن احنا عايشين فيها تماما. احنا دلوقتي مثلا ممكن نجي من التجمع لغايه وسط البلد مثلا في ربع ساعه او ثلث ساعه، كنت الاول باخد لي مثلا ساعتين او ثلاثه، كان اكرم على القلب مثلا في لغايه قبل الرئيس الساعه على طول كده، كان يجي يقول لك مثلا انزل حتى مدينه نصر، تنزل تقعد لك ساعتين عشان ترجع. فدي قصه ما حدش يفهمها غير المستثمر، ولذلك هتلاقي الاستثمارات بدات تيجي مصر، وبدات في مليارات، يعني مثلا الامارات 75 مليار، السعوديه 35 مليار، قطر 35 مليار، الحاجات دي كلها هترجع علينا احنا كمصريين. ما حدش يقول لك بقى ايه ما رجعتش عليا انا بصفه شخصيه، لا هترجع عليك بصفه شخصيه مليون في الميه. ليه؟ هتحسن مستواك، هتكبر دخلك، هتعمل الحاجات دي كلها، فهتخلي المصانع تشتغل، يعني الحياه هتجري بطريقه تلقائيه كده. كما أن للطرق والكباري دورا مهما في إحداث طفرات في العديد من المجالات الزراعية والصناعية والتجارية، وتسهيل نقل المنتجات والبضائع من منطقة إلى أخرى، وهو ما ينعكس بالإيجاب على زيادة حركة الصادرات والواردات من وإلى داخل البلاد. من الملاحظ أنه خلال العشر سنوات الأخيرة كانت الدولة تستهدف نحو 7000 كيلومتر للطرق، وبالفعل نفذت الدولة منهم 6630 كيلومتر، ويتبقى 700 كيلومتر. ويمكن كل هذه الاستهدافات هدفها في النهاية هو تشجيع الاستثمار، لأن مش هيجي لي مستثمر والطرق بتاعتي متهلكة. في نفس الوقت هذه الطرق التي تم تقويمها وتم تعبيدها، أعتقد أنها تسهل حركة النقل للسلع وتسعف في عملية التبادل التجاري السريع، بالإضافة إلى ذلك تحسين أحوال وجودة الحياة بالنسبة للمواطنين. يمكن إحنا كنا بنعاني من زحام شديد جدا في فترات كثيرة جدا، بالإضافة إلى ذلك يمكن النهاردة نسبة الحوادث في الطرق النهاردة تراجعت بنسبة كبيرة جدا، سواء فيما يتعلق بتصادم السيارات أو فيما يتعلق بوفيات الأشخاص تراجعت بنسبة كبيرة. وتحرص الدولة على الاهتمام بهذا الملف الحيوي والهام من خلال تطوير البنية التحتية للطرق والكباري بشكل مستمر، لما يمثله ذلك من ركيزة كبرى في تحقيق التقدم والرخاء في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من ملفات مع ضيفنا في الاستوديو سيادة اللواء الدكتور صفوت كامل، أستاذ المرور والمحاضر بمعهد إعداد القادة. دكتور صفوت، يعني لم يتبقى حوالي دقيقتين، يعني حضرتك طبعا عندك خبرة كبيرة جدا فيما يتعلق بالطرق والمرور، يعني وإن شاء الله يكون صاحب القرار بيستمع إلى هذا البرنامج، نصيحة حضرتك فيما يتعلق بمستقبل شبكة الطرق والكباري، وكيف ننمي هذه الطرق والكباري حتى نصل إلى المستوى اللي احنا بنشوفه مثلا في أوروبا أو أمريكا أو دول كبيرة جدا؟ يعني طبعا هو أنا يعني زي ما قلت حضرتك احنا بنتباهى بشبكة الطرق بتاعتنا، أنا بس كل أمنيتي إن احنا نستخدم وسائل إدارة المرور الحديثة على الطرق، ويبقى في صيانة دورية، ويعني أراجع الطرق بتاعتي أول بأول، بس مش مطلوب اكتر من كده. حضرتك النهارده انت لما بتنشئ طريق في منطقه معينه سعر الارض في هذه المنطقه بيرتفع، تمام، فكله بيستفيد. يعني احنا نركز على فكره الاداره بشكل عام فيما يتعلق بالطرق طبعا، ومساله التامين ايضا، ومساله اكيد يا فندم، والخدمات على الطرق.
تمام. يعني كل طريق أعمله لازم أعمل عليه خدمات بتاعته. تمام إن شاء الله بإذن الله، يعني نتوقع بإذن الله تعالى أن الأيام القادمة تشهد تطوير أكثر وأكثر في جودة الطرق والكباري، ونشوف إن شاء الله بلدنا زي ما بنشوف في حتة تانية كتير جدا شبكات كبيرة جدا من الطرق والكباري تسهل حياة الناس وأيضا تسهل التجارة. لكن انتهت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين من برنامج ملفات، وفي الختام أشكر ضيفي في الاستوديو السيد اللواء دكتور صفوت كامل أستاذ إدارة المرور والمحاضر بمعهد إعداد القادة. بنشكر لحضرتك تشريفك. شكرا يا فندم، ألف شكر. أعزائي المشاهدين، وفي ختام هذه الحلقة نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب.